توفيقه شوطنا 18 الخاص هنا ايضا بالقعدان وانطلاقتهن وتحدياتهن من اشواط الانتاج والمنتجين هنا على ارضية هذا الميدان. نسير معكم بالانطلاق نتابع مسامح من انطلق بصدارة هنا والمقدمة راشد بن حمدان بن محمد الحميري من ينطلق بمسامح على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني يأتي نعقاب لسعيد بن محمد بن مصرح الإحبابي طلق على المركز الثاني، والمركز الثالث الشهم خميس بن علي بن مرزوق المنصوري يأتينا ثانيا، والمركز الثالث يأتي هنا من نادي محمد بن عوض بن عتيق بن زيتون المهيري، وعلى المركز الخامس والمنطلق هنا ايضا المختبر عبد الله بن سعيد بن خميس ليديلي، والوصول من قبل الغزال سعيد بن مرزوق بن منصور المنصوري سادسا. المركز السابع ياتي غازي حمد بن محمد بن حميدان الفلاسي مع غازي، وهنا الانطلاق من قبل هنا مبشر بهذا الانطلاق مانع بن سالم بن مانع الغويصي السويدي ايضا قادم مبشر بانطلاقته، ارى وصولا من الرياضي غالب بن محمد بو حبل المنصوري على ثامن المراكز، والمركز التاسع هنا ياتينا طلوع سالم بن السيل بن حمد العفاري، وعلى المركز العاشر هناك شاهين عبد الله بن سالم بن ثعلوب الكتبي. هذه هي النتيجه للمراكز العشره الاولى. نهى على حضراتكم نعود الى مسامح على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول وصداره هذا الشوط المنطلق بالمقدمه وبالمركز الاول مسامح راشد بن حمدان بن محمد الحميري منطلقا بصداره، وبالمركز الاول عقاب في المركز الثاني لسعيد بن محمد بن حمد بن مصلح الاحبابي من ياتي على ثاني المراكز، والمركز الثالث الشهم خميس بن علي بن مرزوق المنصوري، وعلى المركز الرابع والقدوم الله هنا بهذه الانطلاقه مبشر قادم مانع بن سالم بن مانع الغويص السويدي، وياتينا هنا الرياضه غالب بن محمد بو حبل المنصوري بن زيتون مع منادي محمد بن عوض بن عتيق بن زيتون المهيري من الجانب الاخر. يا سلوك هنا السداسيه هنا بالانطلاق والتحدي غازي حمد بن محمد بن حميدان الفلاسي ايضا قودم على المركز السابع، ولكن الصداره مع هنا المسامح على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول. مسامح يسيطر راشد بن حمدان بن محمد الحميري على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول، ياتي عقاب لسعيد بن محمد بن حمد بن مصرح الحبابي ثانيا، والمركز الثالث المركز الثالث هنا مبشر مانع بن سالم بن مانع الغويص وابو حبل هنا مع رياض غالب بن محمد بو حبل المنصوري، وهناك بن حميدان القودم مع غازي حمد بن محمد بن حميدان الفلوسي. يا سلام هنا السلام والتحديات، ولكن هنا الصدارة مع عقاب على المقدمة غازي من الجانب الآخر، غازي يحاول هنا انطلاق عقاب لسعيد بن محمد بن حمد بن مصلح الحبابي، وغازي هناك حمد بن محمد بن حميدان الفلوسي وابو حبل مع رياض، ولكن بن حميدان مع غازي سلولة غازي هنا تتسلل، المختبر يأتي بغازي بهذا الانطلاق. تهانينا حمد بن محمد بن حميدان الفلاسي، سلام للعوير، سلام على هذا الفوز المميز. الرياض في المركز الثاني هنا للسيدة ايضا مغالب بن محمد ابو حبل المنصوري، وياتي عقاب سعيد بن محمد بن مصرح الحبابي على المركز الثالث، والمركز الرابع شاهين عبد الله بن سالم بن ثعلوب، والمركز الخامس كانت الانطلاقات والتحديات من الامير هنا لمحمد بن هزيم بن محمد المسافري. ونعود هنا مع التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام ولحظة الوصول هنا أيضا من غازي من انطلق بالفوز وانطلق بالناموس، تهانينا على هذا الأداء المميز الجميل ولحظة وصوله هنا بأربع دقائق 29 ثانية، أربعة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا لحمد بن محمد بن حميدان الفلاسي على هذا الفوز المميز.
رياضة تانا في المركز الثاني هنا بتوقيت زمني 4:29 ثمانية من الأجزاء من الثانية. تهانينا غالب بن محمد بو حبل المنصوري، بينما ثالث مراكزنا كانت التحديات جميلة من عقاب ب4:30 سبعا من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا لسعيد بن محمد بن حمد بمصرح الحبابي، تهانينا لجميع الفائزين.